حسناً، أولاً أريد الفطائر مثل هؤلاء. سهل، لدي العجين جاهز. أنا سأحضر الفطائر. قابلت المهمة. أين مغرفتي المفضلة؟ إذاً سأخذ العجين وأسكبه في المقلاة. أول فطيرة جاهزة. رائعة حقاً يا فتيات. هاي الشاي، أحضر لي تلك القارورة. عظيم. حبر، هذا المطلوب. أقوم بإضافته إلى العجين وأخلطه. لون رائع. أسكبه في المقلاة. وفطيرتي جاهزة تماماً. هكذا. لا، الأسود كثير جداً. سآخذ ألواناً مشرقة. لذا أملأ المقلاة بالزيت. ماذا؟ انتهى العجين؟ أنا مغطاة بالعجين الآن. هذا يحدث، أليس كذلك؟ يبدو أنني أزلت كل شيء. تبقى القليل على يدي. لا يهم، إنها لذيذة. حسناً، سأكمل تلوين فطيرتي. ها هي جاهزة، ما رأيكم؟ لقد حان الوقت للحصول على فطيرتي. الآن سأضيف لها شراب القيقب. هكذا، بولي تحب الطعم الحلو. فطيرتي الأخيرة جاهزة. الآن أنا بحاجة إلى تلوينها. هذا شراب الدم الأحمر. واثنين من العناكب. الفتيات يحبون العناكب، أليس كذلك؟ الآن بولي، كل شيء جاهز، تفضلي. واو، ما هذا على الطبق؟ إنها عناكب، مرعب. الأفضل أن نرميهم. حسناً، سأجرب فطائر وينزداي. إنها في الواقع لذيذة. إذاً ما التالي؟ جدتي. حسناً، سأتذوق. لذيذة وحلوة جداً، كم أحبهم. إنه وحيد القرن. تعال إلي يا صغير اللذيذ. نوم 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 نوم، كم هو لذيذ. أنا أحب وحيد القرن. كاندي، أنت الفائزة. هاي، أنا الأفضل. اصنعوا لي البطاطس المقلية الآن. حسناً، إذاً علينا تقشير البطاطس. ماذا؟ ماذا تفعلي كاندي؟ إنها حيلة ممتازة. البطاطس مقشرة في لحظة. آسفة على القشر، عن طريق الخطأ. والآن سكين البطاطس الخاصة. أضعهم في وعاء وأضيف عليهم ملون وأخلط هكذا. ولا البطاطس الملونة. الآن أنا بحاجة إلى الكثير من الزيت في المقلاة. وأرمي الجزء الأول هناك. دقيقتين والبطاطس جاهزة. أخرجهم وأكرر مع باقي الألوان. لماذا أنت نائمة؟ انهضي. لقد غفوت. أين توقفنا؟ نعم، نحتاج إلى قليل بطاطس. هكذا. يا لها من رائحة لذيذة. أضعهم على الطبق وأضيف الكاتشب في المنتصف، ويبقى فقط الملح. البطاطس جاهزة، أحتاج إلى نقلها إلى الورق. والآن بخاختي الخاصة. ماذا؟ عالقة؟ أوه، يبدو أنه ليس عالق. وينزداي، كلك سوداء. أخفت السيدة العجوز. حسناً، بالعودة إلى البطاطس، يجب أن تكون سوداء قدر الإمكان. بالضبط ما هو مطلوب. والآن أضيف الكاتشب. نعم، هذا أسلوب رائع. لنرى ماذا ستقول بولي. تفضلي. حسناً، من أين سأبدأ؟ هذا يبدو ممتع، سأتذوقه. لذيذ جداً. حسناً، انتظروا، لذيذ جداً، أكلته كله. والآن هذه البطاطس، أغمسها في الكاتشب وأنطلق. جدتي، هذا لذيذ جداً. كم أحب البطاطس المقلية، سأكل كل شيء. يم يم يم، أكلت كل شيء. شكراً حفيدتي. الآن بطاطس ملونة. إنها مثل قوس قزح. كاندي، هذا يفوق المديح. هاي، لقد فزت. لدي بطن كبير.
أنا بحاجة إلى برجر بسرعة. كل شيء سيكون حسناً. سهل أختي. إذن ابدأوا. النار جاهزة. علي تحميص الخبز. محمص تماماً. حان الوقت لصنع شريحة اللحم. أضع اللحم المفروم في مقلاة وأشكل دائرة. وشريحة الجبن في الأعلى، ويمكن وضعها على الخبزة. أغطي بخبزة أخرى وبرجري جاهز. يا لها من خبزة مملة. طيري، أفضل أن أخذ الدونات، إنها لذيذة وحلوة وجميلة. لست بحاجة إلى مقلاة أيضاً. سأقطع الدونات إلى نصفين هكذا، وأضع الشوكولاتة في الداخل. الكثير من الشوكولاتة سيكون ألذ بكثير. أنا بحاجة لتجربة الحلوى السائلة. حسنا، ليست سيئة. أسكبه هكذا، رائع. والآن أقوم بإضافة المكون السري، المارشميلو. والدبابة المرمليدية، وأسكب شراب الفراولة، وأغطي النصف الثاني من الدونات. يا له من جمال. ماذا عنك وينزداي؟ أنا أقوم بنقش على شكل أسنان على الجبن بسكين هكذا. أضع واحدة على الخبزة، ثم الشرحات، لسان من الخيار، ثم قطعة جبن أخرى. أغطي الخبز وأقوم بصنع فجوتين. أصب الخردل فيها. هذا يبدو جيد. ماذا أحتاج أيضاً؟ صحيح، عيون. شيء، أحضرهم إلي بسرعة. جيد، سيفو بالغرض. الآن أضعهم في الأعلى، وأصبح برجري الوحش جاهز تماماً. يا له من رعب. حسناً بولي، حان وقت التذوق. كم هذا رائع. سأبدأ به. يم يم يم، هذا لذيذ جداً. أعرف ذلك. الآن هذا. حسناً، إنه جاف جداً، لا أحبه. نسيت أمر الصلصات. ما هذا هنا؟ أجربه؟ إنه حلو ولذيذ بجنون. هي، عرفت أنك ستحبيه. أي واحد سأختار؟ حسناً، الوحش هو الأروع. فازت وينزداي. أريد هذا. معكرونة لذيذة. حسناً، اتفقنا. سأفعلها. إذن لنبدأ. سأصنع المعكرونة في قدر كلاسيكية مع كاتشب، يحبها الأطفال. كيف يمكنني اختبار سخونة الماء؟ شيء، أنا بحاجة إليك. هيا ادخل إلى المقلاة. أنت لا تريد أن تنزل إلى المقلاة؟ تعال ادخل. أيها الشيء المشاغب، أريد التحقق إذا كان الماء ساخن. نعم، بناءً على ردة فعلك، الماء ساخن بدرجة كافية. لست بحاجة إليك الآن. سأضع الكثير من المعكرونة هناك، سيكون لذيذ. أين الطحين؟ ها هو، سأفتحه الآن. أنا ملطخة. كم أنت فوضوية. عذراً، هذا يحدث. نعم، هذا الطحين مناسب لي. سأقوم بعمل عجينة متعددة الألوان. أحتاج إلى دقيق وبيض، وسأعجن العجينة الآن هكذا برفق. يا لها من عجينة معكرونة محلية الصنع، فقط رائعة. هذا ما أحتاج. يبقى فقط تقطيع العجينة إلى قطع. والآن لدي كرة رائعة. أنا أيضاً بحاجة إلى تلوينها. سيكون لدي معكرونة ملونة. معكرونة من قوس قزح، مناسب للطفلة. والآن من هذه الكرات سأصنع أسطوانات، مثل هذه الأسطوانة الخضراء المبهجة. أريد لف كل الأسطوانات من باقي الألوان. والآن سأقوم بتوصيلهم معا. يا له من جمال. حسنا، المعكرونة جاهزة. سأضعها برفق على الطبق. نعم، لطيف جدا. ماذا يوجد هناك؟ نظاراتي، لقد تم تلطيخها، أنا لا أرى. نعم، هذا هو الكاتشب اللذيذ. جدتي، دعيني أساعدك. الكاتشب مغلق. ها هو ذا، لقد فتحته.
أوه، شكراً لمساعدتي جد العجوز. هذا سوف يرضي جوع طفلتي. أوه، لماذا؟ الآن هذا ممتع. جدتي، يا له من كابوس، لم أكن أقصد. أنت الآن يمكنني الرؤية؟ حسناً، يمكنني أن أسكب الكاتشب بهدوء الآن على المعكرونة. هذا أفضل. طبق رائع. سأضع هذه المعكرونة على الطبق، لكن من الواضح أن هناك شيء ما مفقود. شيء، تعال إلى هنا. أحتاج إلى طلاء أسود، أحضره الآن. نعم، هذا هو الطلاء الذي يناسبني تماماً. الآن سأقوم بتلوين هذا الطبق باللون الأسود، لوني المفضل. والآن يتناسب الكاتشب بشكل جيد مع المعكرونة السوداء. أسكب الكثير من الكاتشب على المعكرونة. والآن أضع بضع عيون مارميلادية هنا. والآن طبقي مثالي، أنا سعيدة بنفسي. أوه، يا لها من فوضى. نحن جاهزون، تفضلي. حسناً، هذا طبق غريب جداً. لا أريد حتى أكله، لكنني سأجرب على أي حال. مزيج غريب جداً من مارميلاد ومعكرونة. حسناً، هذا ليس لذيذ أبداً. أنت لا تفهمي شيء. لكن هذا أحبه. معكرونة كلاسيكية مع كاتشب. علي أن أجربها لأن جدة تطبخ بشكل رائع. جدتي، أنت فعلاً رائعة. المعكرونة لذيذة. شكراً عزيزتي. شكراً لك. واو، ما هذا؟ معكرونة مذهلة. سألتهمها بالتأكيد. إنها جميلة جداً. وكيف هو طعمها؟ واو، هذا مذهل. لذيذ. هذا هو الطبق الفائز. نعم، أنا سعيدة جداً. أحبك. هذا انتصار. كيف ذلك؟ سأتناول كل المعكرونة الآن. والآن اصنعوا لي شيئاً لشربه. كوكتيلاً لذيذاً. المهمة مقبولة. أكيد، لا مشكلة. لا توجد أسئلة. لدي كل شيء لصنع كوكتيل ممتع ورائع. سوف أضع هذه البودرة الفوارة هنا. وسأدعها تسخن في الفرن. أسكبها وأخذها الآن. سأحصل على كأس مع طعم مشرق للغاية. والآن أنتظر قليلاً وهذا كل شيء. هذا جزء من مشروبي جاهز. أعود بسرعة إلى مقعدي. بالطبع، إلى أين بدون السكيتلز؟ هذا ألذ شيء. سأضع الكثير منهم في كأس احتفالي. هكذا أسكبهم. والآن أضيف بعض السبرايت، لكنها لا تفتح. علي أن أهزها جيداً. أوه لا، لقد انسكبت علي. أنت كالخنزير الملونة. حسناً، لا بأس، لقد جففت نفسي. والآن علي إنهاء مشروبي. هذا ما كنت أريد بالضبط. على الرغم، هناك شيء مفقود. نعم، الكريمة ستكون مفيدة لي. إضافة الكريمة إلى الكوكتيل سيكون لذيذ للغاية. والآن سأضيف القليل من الحبيبات السكرية. على الرغم، لا، سأضيف الكثير. نعم، مشروبي رائع. بالطبع مشروب رائع، لكنه غريب. أما أنا سأقوم بتقطيع الكرفس، لأن طفلتي تحتاج إلى الفيتامينات كثيراً. مع الكرفس سيكون المشروب ألذ وأكثر صحة. لا أريد أن أحرم حفيدتي من الفيتامينات، لذلك سأصنع العصير في الخلاط. وأسكب مشروب الكرفس الرائع في هذا الكوب الرائع. بعض الأوراق الخضراء. وسيكون كل شيء جميل ولذيذ. كوكتيل صحي من جدتك. هذا مثالي، لا أستطيع أن أشيح نظري. ماذا؟ لماذا تنظرون إلي هكذا؟ الآن سأصنع خاصتي. أولاً سأضيف أسلوباً وسحراً إلى زجاجتي بزخرفة حمراء حلوة. أنا أحب اللون الأحمر كثيراً. انتهيت. الآن سأضيف السبرايت. إنه شفاف وسيكون من السهل مزج اللون الأخضر فيه. شيء، أحضر لي المكونات التي أحتاجها. هيا انطلق. يا
له من شيء رهيب، سأبقى بعيدة عنها. أتساءل كيف سأتعامل مع الكريمة؟ شكرا لك شيء، الكريمة لن تضر، يجب أن يكون هناك الكثير منها. الآن سأضيف هذه العيون، بل أكثر من ذلك، سأضيف المزيد من شراب الفراولة إلى هذا العصير. وها هو مشروبي جاهز. يبقى فقط إضافة الأنابيب. انتهينا، تفضلي. واو، كل شيء جميل. يا له من كابوس، ما هذا؟ كيف يمكن شربه؟ يبدو فظيعا، لكنني سأتذوقه على أي حال. إنه لذيذ جدا. نعم، هذا المشروب رائع وطعمه لذيذ. الآن سأتذوق واحدا آخر. ما هذه الرائحة؟ شيء فظيع، لن أجرب حتى. وهذا يبدو جميلا جدا في مثل هذه الزجاجة، وأنبوب ممتع. يا له من مشروب لذيذ. نعم، أحببت هذا أكثر. سوف ألعق الزجاجة الآن. واو، طعم مذهل، حامض جدا، لكنني أحببته. نعم، إنه المشروب الفائز. نعم، لقد فاز، انظروا إليه. الآن سيكون هناك شيء مثير للاهتمام. أريد الدونات، حضروا لي الكعك. هذا سهل. نعم، سيتم الأمر. اختيار موفق، لكن هل بدأ في الطهي؟ حسناً، العجين جاهز. نقطع الكعك. ثلاثة قطع ستكون مثالية. الآن حان الوقت لتسخين المقلاة. الشيء الرئيسي هو ضبط درجة الحرارة. نضع الزيت. نعم، يبدو الأمر سهلاً. أوب. توم، لا تصيب جدتك بنوبة قلبية. اهدئي، كل شيء يتم الاعتناء به. أوبس. ماذا لدينا الآن؟ الزيت بالضبط. أعتقد أن هذا سيكون كافياً. الآن نحن ننتظر حتى يسخن. ماذا؟ هل تقلون بالفعل؟ حسناً، سأفعل ذلك أيضاً. واحد، اثنان، ثلاثة. مرعب، رذاذ الزيت يحرقني. توم، لماذا سكبت الكثير من؟ أوهو، علي إنقاذ الكعك. رهيب. يبدو هذا خاطئ، تدمرت الدونات، هذا فشل. لا تقلق عزيزي، لكن الكعك الخاص بي جاهز تقريبا. سوف أزينهم الآن، دعونا نقطعها هكذا. الإنسان يأكل بعينيه، لذلك فإن المظهر هو أهم شيء. كل شيء يجب أن يكون جميل. شهي. نعم نعم، جيد، لكن الكعك الخاص بي سيكون أفضل حتى بدون زينة. هكذا. أحسنتم عملا، وأنا لدي فكرة. القليل من الجبن، عظيم، وأصبها في قالب الدونات. وللزينة سأخذ التشيتوس المفضل لدي. القليل من العمل مع المطرقة. هل يعرف حتى ما هو الكعك؟ هكذا، سأستخدمه كإضافة. حسناً، كيف؟ يجب أن يكون رائعاً. مذهل، لكن هناك شيء مفقود. أوه جدتي، هل يمكنني أن أخذ هذا منك؟ حسناً، خذ. شكراً، يمكن التخلص من المقلاة، لكن الموقد سيكون مفيداً. بعد ذلك أحتاج إلى غلاف. هكذا سألف كعكات الجبن وأرسلها مباشرة إلى الموقد. أنتظر قليلاً. يبدو أن كل شيء جاهز، يمكن التقديم. جميل. حسناً، ماذا لدينا هنا؟ رائع، كل شيء مختلف تماماً. سأبدأ مع هذه، تبدو فاتحة للشهية. مذهل، هناك حشوة في الداخل، هذا بصراحة لذيذ. إذن ماذا لدينا هنا؟ هذا لطيف، لنجرب. هل هذه كعكة دونات؟
بطريقة ما ليست جيدة. وما هذا؟ واو، دونات بالجبن. إنه أمر مدهش تماماً. لكنني ما زلت أحب دونات الحلوى. الشيف فاز. نعم نعم، كنت أعرف. إذن لدينا الشيء التالي هو الشطيرة. لا مشكلة، لا يمكنك هزمي. أوكي. حسناً، أعرف كيف أفعلها، لكنني سأصنع شطيرة حلوة. أحتاج إلى بعض النوتيلا. هكذا، أدهنها. جاهزة. وبعد ذلك أحتاج إلى المارشميلو. مثالي. وبالطبع الشوكولاتة. وأيضاً أضيف مارميلات قوس قزح. لا أنسى الصلصة بالطبع. للمزيد من الحلاوة والجمال. جميل. جاهزة. إذن هناك القليل من الرشات للجمال. جاهز. مرعب، كم كمية السكر الموجودة؟ سأصنع شطيرة أكثر من عادية. بعض اللحم المقدد والجبن، وكل ما تبقى هو قليها. جيدا. أوكي. أقلب. وانتهينا. جاهزة. يا إلهي، لا يوجد أصالة ولا تميز، لذا دعونا نحمص الخبز جيدا. بيرفكتو. ورقة من الخس والطماطم. والآن شطيرة بدون اللحم. ما هذا؟ المكون السري الخاص بي هو الحلزون الفرنسي. هكذا؟ رهيب. يجب أن أحررها من الصدفة. أشعر بالإقياء. لا أفهم أبداً هذه الترندات. يا له من كابوس. بعض الأصداف. هذا المحار مثالي لساندويتشتي. مرعب. مرعب فقط. إنه يسمى المطبخ الراقي، لكن هناك شيء مفقود. بالطبع دور الجبنة الزرقاء. تتناسب بشكل رائع مع المأكولات البحرية. هل هذا كل شيء؟ إنها القشة الأخيرة. جدتي. هذا كل شيء، انتهينا. كم هذا رهيب. ماذا؟ هل أنتم جاهزون؟ رائع، شطائر مذهلة. سأبدأ بهذه. أي فو، صدفة. ما هذا؟ محار. مرعب. هذا يبدو فاتحا للشهية أكثر. لنجرب. شهي، كم أحب الحلوى. لذيذ. إذن آخر واحد. كم هي لذيذة. فقط مذهل. الجدة تفوز. مبروك. أوه رائع. إذن ماذا لدينا بعد؟ الآن أريد سيزر. مذهل. أخيراً. ما هذا؟ لنبدأ. أقطع الطماطم. إنه أصعب مما كنت أظن. حسناً، انتظر أيها الطماطم، سأريك. ماذا تفعل؟ كن حذراً أيها الشاب. هذا في غاية البساطة. هكذا وانتهينا. ونقطع كل شيء. والآن أضيف أوراق الخس. وإلى أين بدون الدجاج؟ قطع كبيرة. مذهل. سلطة مذهلة خلابة. إنهم غير مغوبين. لدي فكرة. بعض الجرجير الطازج. والمكون السري. كل هذا في الخلاط. وأخفقهم جيداً. جاهز تقريباً. إنه مذهل.
ماذا تفعل؟ سوف أحتاج إلى قدر صغير نسكب كل السائل فيه. لا أعرف ماذا تفعل. ولا أنا. غريب. حسناً ليس مهم. حقنة كبيرة وشفاط والسحر يحدث. النقانق في المطبخ الراقي. دعونا نضيف الخس والطماطم وبالطبع الدجاج. هذه القطع تتناسب تماماً. وبالطبع نضيف بعض الخبز المحمص، سيعطي طعماً رائع. وبالطبع في الأخير نضع الجبن. بالطبع نسيت تقريباً. أبشر بعض الجبن. هيه، ماذا يحدث؟ أقوم بتقطيع الخضار، إنه ممتع للغاية. حسناً، مرة أخرى لا شيء يعمل معي. فكرة، لدي علكة رائعة. أنا سأستخدمها كأوراق سلطة. تبدو لطيفة جداً. سأزين الطبق بالعين السكرية. وسأضيف المارشميلو وبعض الديدان الصمغية السكرية. يا لها من سلطة. جاهزة. هراء بالكامل، نحن جاهزون. حسناً، دعونا نرى. سأبدأ بهذه. ما هذا؟ فو، مقرف مقرف. قطعاً لا. ماذا لدينا هنا؟ حسناً، نعم إنها سلطة، لا شيء غير عادي. وبعد ذلك لدينا شيء مثير للاهتمام. لذيذ جدا. هذا بتأكيد الفائز. هاي، لقد فزت. واو واو.